تحياتي ليك كابتن تامر صقر ولضيوفك والكل الساده المشاهدين من هنا من ملعب المباراه استاد الاسكندريه. سموحه وزد اخر اخبار الفريقين قبل انطلاق المباراه. فريق سموحه المنتشي بفوز مهم وفوز كبير على نادي الزمالك الكبير بهدف مقابل لا شيء. يمكن الكابتن احمد سامي تاني يوم على طول ما كانش عنده وقت للراحه، استعد لمباراه زد تاني يوم مباراه نادي الزمالك. يمكن تم صرف مكافاه الفوز على نادي الزمالك لكل اللاعبين والجهاز الفني دعما للفوز في مباراه اليوم. يمكن كان هناك محاضرات للكابتن احمد سامي عن الفوز الرابع النهارده، هيفرق كتير جدا مع نادي سموحه في ترتيب جدول الدوري العام. بيغيب عن فريق سموحه في هذا اللقاء حسام حسن لطرده في مباراه الزمالك الماضيه، ويغيب ايضا احمد حكم للاصابه محمود وحيد وعبد الرحمن عامر ايضا للاصابه. يرتدي فريق سموحه الزي الازرق الكامل في هذا اللقاء. على الجانب الاخر فريق زد الكابتن مجدي عبد العاطي يمكن بعد الهزيمه الاخيره امام فريق المقاولون العرب كان عنده اجتماعات مكثفه يمكن تحديدا مع علي لطفي وخط الدفاع يمكن عن الاخطاء والاهداف كثيرة دخلت خلال المباراة الأخيرة والنتائج المتذبذبة لفريق زد، وكان هناك اهتمام كبير جدا بثلاث نقاط النهاردة أمام فريق سموحة. كابتن مجدي عبد العاطي هيدير المباراة ومدرجات تنفيذا للطرد أمام فريق المقاولون العرب خلال المباراة الماضية، ويغيب أيضا محمد إسماعيل لطرده أيضا في مباراة المقاولون العرب. فريق زد هيرتدي الزي الأبيض الكامل في هذا اللقاء. يدير المباراة تحكيمية كابتن محمود ناجي وعلى الفار كابتن محمد الحنفي. زميلي العزيز تامر صقر، دي كانت كل كواليس أخبار الفريقين من هنا من ملعب الإسكندرية. أعود إليك مرة أخرى ولسير التحليل. شكرا لزميلي العزيز صلاح عودة قبل انطلاق هذه المباراة التي تجمع بين سموحة وزد، وهذا التقرير الوافي في رسم الجولة الثانية والعشرين من دوري نايل. محمد